بيغيب عن مباراه الطيران القادمه في اوائل في او في اولى مباريات العوده للدوري كره الطائره. الحقيقه عنده اصابه في الحوض وان شاء الله يلحق بقيه الماتشات اللي جايه. طبعا المباراه هتقام ان شاء الله اللي جايه ليهم في الدوري هتكون مع نادي الطيران ان شاء الله. وكان جرب الكابتن كان جرب اللعيبه كابتن محمد مسال حميد وجرب اللعيبه في مباراه اللي فاتت مع بتروجيت وكان النتيجه خلصت 3-0 كانت حصاد امير عبد الله الفيصل. بنتمنى طبعا لعبد الرحمن سعودي كل الشفاء العاجل ان شاء الله. الف سلامه عليك يا عبد. خلينا نروح تاني للكره الطائره شباب. الاهلي كسب الزمالك 1,000,000 مبروك، كسب النتيجه 3-1. يمكن المباراه دي شهدت شوط اول يفوز بيه نادي الزمالك. الولاد رجعوا تاني بقياده الكابتن حسام شعراوي، رجعوا تاني وقفوا على رجليهم، رجعوا للمباراه تاني فازوا 3-1. الحقيقه ده مش غريب عن الكره الطائره. الكره الطائره زي ما قلنا مرارا وتكرارا بتحلق في مكان تاني خالص جوه النادي الاهلي. الماتش ده في الجوله الخامسه في المجموعه الثانيه بالدور قبل النهائي. واللي عايز اقوله لكم ان الاهلي كده كده متاهل وعنده مباراه ثانيه هيلعبها قبل الماتش. عنده مباراه ثانيه في الجوله الثانيه مع نادي الزمالك هيلعبوا على ملعبنا من الدور قبل النهائي ده. احنا كده كده متاهلين والماتش ده ان شاء الله بكره. احنا كده كده زي ما قلت لحضراتكم بالنسبه لشباب الطايره احنا متاهلين بصرف النظر عن النتيجه، ولكن الطائره دائما ابدا او قطاع الطائره رجال وسيدات ابدا ما بيدوروش على المكسب، بيدوروا على العلامه الكامله. خلينا نقول الاهلي النهارده نروح لسيدات الكره الطائره. الاهلي بيلعب النهارده الشمس وديه. الفريق الاول لسيدات الكره الطائره بنادي الاهلي بقياده الكابتن حمدي الصافي بيلعبوا ماتش دلوقتي مع نظير الشمس. كابتن حمدي الصافي كان معانا على البدني اهتم بالفني دخل فيس 3 اللي هي او المرحله الثالثه المباراه الوديه. المباراه بتتلعب دلوقتي واحنا عرفنا طبعا الجمعه اللي فاتت كان بيلعب الصيد وكسب 3-0 ايضا وديه. لو المباراه خلصت النهارده ان شاء الله واحنا على الهوا اكيد هنقول لحضراتكم. اول مباراه ليهم يوم 24 ان شاء الله واللي هتكون قدام نادي سبورتنج. كل التوفيق لكابتن حمدي الصافي وطبعا وبناته وابطاله طبعا ان شاء الله في ما هو قادم. عندنا الجمباز في نادي الاهلي رجع تاني.